وفي هاد لا فيديو البنات ان شاء الله غادي نعطيكم السر ديال الحرشه باش تجيكم حرشه رطبه وزوينه بزاف وحسن البنات 100 مره مدي المحلات. غادي نعطيكم البنات السر اللي ما عمرو عطاها لكم شي واحد ديال الحرشه باش تجيكم حرشه زوينه كما قلنا. شوفوا البنات يعني راه كتجي رطبه وكنقطع معكم نطق معكم ونقول لكم واش سهل واش يستاهل انكم تجربوها او لا. بسم الله نجربوها البنات لانها فعلا كتستحق تجربه. وغادي نبداو على بركه الله وغادي نقولوا بسم الله. عندي هنا البنات 400 غرام ديال السميده الرقيقه تكون نوعيه جيده. انا دائما البنات كنقول لكم كنستعمل الدقيق ديال الميمونه اولا ديال الاتقان. غادي نزيد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، مهم نتوما على حسب الذوق، بغيتي تزيدوا غير معلقه واحده فممكن. وغادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال الملحه، انا هنا درت معلقه واحد شويه حيت عندي هاد الملحه هادي ما كتعطيش بزاف. غادي ندير كما شفتوا راس معلقه ديال الخماره ديال العجين صغيره، وغادي ندير واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. هذا هو البنات السر، هو الخميره ديال العجين والخميره ديال الحلويات باش كيعطينا باش كتعطينا حرشه اللون ديالها كيكون زوين، وحتى كما شفتوا الشكل ديالها وكتجي رطبه بزاف. غادي نزيد هنايا البنات، المهم الزيت انا كنبسبسها، المهم عيني ميزاني كما غتشوفوا. غادي ندير هنايا تقريبا نص كاس ديال الزيت وغادي نبسبسها مزيان، يعني كندخل لها الزيت مزيان فيها، وديك الساعه كنشوف الا ترملت لي مزيان راه كنخليها، الا لقيتها ان خاصها الزيت كنزيد. يعني هنا عندي تقريبا واحد كاس قل ربع ديال الزيت، وكما شفتوا كندخل مزيان هاد الزيت هادي باش الحرشه ديالنا تجي مبسبسه وتجينا زوينه. هذه هي السميده اللي غادي نكرس فيها، غادي نزيد نقص واحد شويه من هاد السميده هادي باش كتعطينا لون زوين على برا على الحرشه. هنايا البنات غادي نعجن غير بالماء بارد، يعني غير الماء ديال الروبيني كما شفتوا، راني درت الكاس الاول وغادي نبقى كنجمع غير بالاصابع ديالي وانا كنزيد الماء وكنشوف الحرشه. البنات ضروري خاصها تجينا ماشي جاريه بزاف، المهم هانتوما غتشوفوا يعني غتجينا مرخوفه باش كتعطينا حرشه زوينه. هنا البنات ما غادي نستعملوا لا حليب لا والو، غادي نديروا غير الماء وغادي تجينا حرشه اللي زوينه كما شفتوا. غادي نبقى نجمع غير بالاصابع ديالي. هنايا البنات تهزت لي كما شفتوا كاس كبير، كاس وربع ديال الماء كبارين، يعني ماشي كيسان صغار. غادي نخليها واحد 10 دقائق او ربع ساعه تشرب واحد شويه، ما نفوتوش البنات 10 دقائق، نغطيوها ونخليوها باش تشربنا كامل هذاك الماء وتجينا حرشه زوينه. هنايا انا غادي ندهن المقله ديالي بالزبده، نتوما الا بغيتو البنات دهنوا بالزيت دهنوا، المهم بالزبده راه كيجيها واحد اللون اللي زوين. غادي نرش هاد السميده اللي خلطت معها التمر الخالط اللي بسبسنا بها السميده ديالنا او الحرشه ديالنا، وصافي غادي نحط الحرشه ديالي مباشره العجين ديالي، وغادي نزيد فوقه السميده وانا كنقرص كما كنقولوا وكندير هكذا. المهم هاد الحركات هادو ما عرفتش كي غادي نقول لهم، يعني ما نخليوش البنات الصباع ديالنا باينين في الحرشه، ضروري نديروا هاد الحركه هذه. المهم كنقرصوا ضروري غادي يبانوا صباعنا، ولكن كنبقاو هكذا نحركوا عليها من الفوق باش الاصابع ديالنا ما يبقاوش على الحرشه. المهم في الاخر كما شفتوا غادي نجيب واحد المعلقه غادي نجمع لها الجوانب ديالها باش ما تبقى لناش حرشه اللي مشقه، وضروري ما يبقاوش باينين الصبعان ديالنا. هذه هي الحركه البنات، هنايا بطأت لكم الفيديو باش تشوفوا الحركه اللي كنقول لكم عليها. صافي انا البنات الحرشه ما كتطلعليش، يعني كنشوف البنات بزاف اللي كيقولوا كتنفخ لهم، انا ما غادي لا نتقبها لا والو، غادي نحطها مباشره كما شفتوا النار تكون مسطه وصافي. هنايا من بعد ما كطيب واحد شويه كنبقى ندورها، يعني ما كنخليهاش غير على جهه وحده، كنبقى نقلب ندور فيها من هاد الجهه وهاد الجهه بحال اللي كنطيبها على اربع جهات. وهذه هي الحركه البنات اللي كنقلب بها الحرشه، كتجيني ساهله وما كتحرقنيش وما كنديرش الروينه في كما كنقولوا ما كنديرش الروينه في الكوزينه.
يعني كتجيني ساهله القليب ديال الحرشه. صافي هنا من بعد ما خدت لنا هذا اللون هذا غادي نقلبها على الجهه الاخرى كما شفتوا، يعني طريقه سهله وغير بلاتي عليكم البنات، خصوصا البنات المبتدئات، يعني ما غادي لا تهرس معاكم لا حتى شي حاجه، لا تبعتوا الطريقه اللي عطيتكم. وتف القليب ديالها يعني راه قليب ساهل وما غاديش يعذبكم. صافي هنايا عاود البنات نفس الطريقه، كنبقى ندور الحرشه ديالي على الجهات بربعه، يعني كنطيبها من هنا ومن هنا ومن هنا باش تعطيني لون يكون موحد ولون زوين. ماشي الحرشه اللي كنبقى نقلب البنات، كنبقى ندور المقله كامله. صافي هنايا من بعد ما حسيت بها انها طابت كما شفتوا، يعني اللون ديالها كيجي كامل بحال طايبه على كما كنقولوا على البوطه ديال الضو، هي راه البنات غير البوطه ديال الغاز. وكما شفتوا كتجينا حرشه زوينه. وصافي كان هذا هو الفيديو البنات ديال اليوم، نتمنى ان الحرشه ديالي تكون عجبتكم. بارطاجيو البنات مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم، وخليو لي التعليقات ديالكم لانها هي البنات اولى لايك ديالكم، لانها هما اللي كيخليو الفيديو يزيد لقدام. وغادي نخليكم البنات وغادي نخلي لكم رحمة الله، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو يكون ان شاء الله يكون حسن من هذا، واللي جاي البنات ان شاء الله بحول الله ان شاء الله غادي يكون حسن من هذا. هنايا البنات راه قطعت معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش جات. هذه هي البنات الحرشه ديالنا، راه كتجي زوينه بزاف. غنقطع معكم غندق معكم ونقول لكم واش يستاهل انكم تجربوها او لا. بسم الله. غير جربوها البنات لانها فعلا كتستحق تجربه.